تشيل رؤوس الفساد. وكل الناس دي عايزه ايه؟ مش عايزين مرتبات، زياده مرتبات، عايزين يشيلوا رؤوس الفساد اللي في الشركه. احنا مش عايزين فلوس، احنا طالبين اقاله مجلس اداره بالكامل. وفي 18 زميل لينا القوات الخاصه هجم من امبارح على الشركه بالليل وخدوهم من امبارح لحد دلوقتي ومش عاوزين يطلعوهم. يا ريت الناس دي بعد اذنك يطلعوهم عشان الدنيا ما تولعش اكتر من كده. يعني دي مش مظاهره فئويه، دي مظاهره ضد الفساد، لاقاله الفساد الموجود ومستوطن في داخل المؤسسات المصريه ومؤسسات الاتصالات من ضمن المؤسسات اللي موجود فيها ومستوطن الفساد في داخلها. فمطلوب اقاله الفساد منها. 18 فرد ياخد 8 مليون، ياخد مليون جنيه، وعنده 8 سيارات، العربية 8 مليون وربع بي ام دبليو، وبيطلع كل شهر 120 ألف جنيه انتاجية للأفراد اللي معاه في المكتب اللي هم شغالين معاه كل شهر على كده.